مرحبا بكم، تقبط عدو وتخارج لها ليكم حيسام متقبلتنا أزالك اليوم دولي لها الأخبار نقدم لكم تو دي باللي ساعات أخبار مثلكم لا تسعنح أمينة هيلي كسلف كله أرس أخبار يوم 13 جانواري إبلغ أباف حسات لبالاتو رحم سامواتنين كورونا تبوتام تسعنحاو أتمي درس سنعي لتزرع ما لزرع لها لطاف الدرجة سنعيد كم سالباس حتى أكدام التقليم قبل بحر أياحة لقب وراتات أكبر أسار للسرق الحلام اتعلمت مجال سياحة حتى نقطة 3 تريليون دولار كسار سادفت دي بريطانيا شركة دواء نوفا كسف دي سنعيد شقيت عراق مسؤول حشم داعش تتعوت حيسام متقبلتنا من نارس أخبار التفاصيل الأخبار يوم 19 جانواري تمراكز كل وحمايم لترو دي بوقرفنا أقليم غاش باركا قبلت بحرك أياح ومقب دي باقبا فحوسات لابراتوري حمسة مواطنين بكورونا فيروس كمسال حمو تأكدام من قلهم عسر واسس دي مراكز كل أقليم غاش باركا اللي بهلت عسر سبع دي بقى دي بارا حمس دي بارانتو سلس دي فايكوتا أورتهي دي باقردات عسر دي مراكز كل ناقليم قبلت بحرق أيام اللي بهلت سبع دي مهميمة كلي دي بقندع أورتهي دي باتع كمسلهم عسر أربع دي بحمايم اللي ترو دي بقراف أقليم مقب بلغة بافحوسات تو حمامهم لتأكدهم الكنا دي بنتو دي بس بداليات لا تتحزم مراعيات دي قبل لهم لتنحو 44 تقليم غاش باركا أرد هي تقليم مقب بعمت 45 مواطنين عند حيو أسك أبياتهم صالحهم بأساس الليم بعمت علب كورونا فيروس الحمى مواطنين أسك الله دي اليوم كل 1035 بعد حلا 1549 من قلهم عند حيو ولا صالحو سبع أمت لتفنتو 534 هي للسعدي بسبداليات هاللوم وزارة عافية 10 جانواري سنة كل 1011 اتمدير السنة اتلاوات بلات اطراف محزقاش ديب جلادين للزرر الهلطاف الدرجة سنة كم سالباس حم اتمكتب حرس نايلة مديريت مسؤول فرع عمار بكل اكدام تم صبات الكبر من آدم سالح بحريشم اتمديرية السنعي اتطراف محازقاش بمصنو لتعمر لحلطاف دي بدرجة سنعيدكم سالحلا اتمكتب حرسنا على مديرية مسؤول فرع عمار بقل السيد عند مريم أملسو محبرا حرس طاف دي بلا مديرية قدم عصر سنة بحودام حرستوت دي بحدود أراديكم سالتجربة لحبرا السيد عند مريم اتلوقت اللي سلاسة حرستوت دي بمئت واربع وخمس هكتار زرقوكم سالهلو أبرها طاف زر أولت صبتو دي باقليم غاش باركا دي بحين برادت اقلت حرسكم سالقدر بوزارة حرس تأكيدت حقولة قبط ديبو اقلت زرقكم سالانبتا باساس اللي هي حرستوت من ورح نوفمبر اسك ورح فبرواري التحل وقت مطور حملة وفواكس زرقوكم سالهلو اند شرحة هي من اوروت هكتار من سس اسك عصر سلس كنتال لقاتوكم سالسانحو حبران السيد عند مريم ديب دونغوبا تل وقت اللي حرستوت نايلة دوارات كافة أمر سبت ركبو لطفنات أزرقت أولاد كمسل شنراي فول وعتر ما زرقو كمسل هلو وسن التاي ركبو منو كمسل هلو ديب الحبر زيادة تقل لطورو تأهيل ودراسات لتهيبو كمسل هلو ما وضحا من نطعف زرقو لهلو حرستوت السيد صلاح جابرا ديب لحبو رأي اتأكان ديش لأنبطايا عمار طاف يوم عامت ديب سبع هكتار كمسل وسقيا عند شرحا حرسو دي بحالة سنة تسبت هلا من أوروت هكتار أسك عصر حمس كنتال إقل آتي سأيت كمسل بشرحا من نحرستوت السيد يمانة زر إقابر بجهتو دعام دي بسمان هكتار من نزارو العلطاف سوسا كنتال دي بلاتي يوم عامت هي لحيسة التي إقل لركب سأيت كمسل بند حبرا حرستوت بعدام ما لناسب حين اند أليلو أزرقت أولت إقل لعمرو ولجربو أطفاق دا التقليم قبلت بحر قياح دي بحفظة أسار بعمت دي بمدينة أدوليس لقب وراتات أكبيم فنتوي أشكال سني لشك إكم سلهلام متحفنا إلى أقليم حبرام تمام ثبت لخبر من منصورة عثمان للتلاليم
تغلیم قبلت بحر قای احام هم لاتو تاریکای آثار تبت اندت حفظا ديبا متزاجيال قلت عده ديب اكبوتو لركز وراتات قبكم هلا من متحف نايلا قليم لتركبت حبري توضح كم كفال نايلا اسلت فناتا تاريكاي اكانات قبلت انحا اشكال ديب وقت استعمار مصره لتشك مبنى قبي تاريكاي تمينت ادوليس ووراتات حفزت آثار كم قب اديبو امور هلا مسؤول وحدة أكبيه ومتابعة تاريكاي ورسة السيدة تعقست بيدو قل إيرينا اتلها بي حبري من سنة 1807 وكل إيه أسك سنة 1807 تعالى وقت إبا اتمدت لها مسؤول مينة بازع على مزينجر لتبنى مبنى قبي من سنة كل 1807 وانزي وراتات حفزت آثار قب ديبكم هلا أسك الله إيه قل كفالنا إلى آثار اتمتحفكم لتأكب قابكم هلا أفهمه دمار وبدانا يمهم آلات قل جيك أقوتيه لآثار ديب دمان لبو أماكن كم لقعز قابكم هلا اتمدت عملية فنقل ومنقص حر ببرق ديب لعالي كفالو دمار اند سادفتو اكوب لعلى فللم هي ما فوديت عادات وريادة مثل شركة بناء وعمار قبلت بحر قياح كدامات تكنيك أقليم قبلت بحر قياح وبعدام سب شركة اند السادو بقب أشغل كم وركا شرحا تمتحف أقليم قبلت بحر قياح مسؤول وحدة حفزت السيدة إسياس تسفاز قبجهتو وراتات حفزت آثار قديم مينة أدوليس بكسس التهبايا حبري لا قديمة دمنته من محازات علي قدي كمايلي وحداس ببلد كرو حايز تتقلي وباج أبل تدفن كم تنحيت تلافهم من سنة كل 1010 وحر لكن مطمطر لا قبل هلا حفار آثار لقديمة مينة من بقوت قلت رحانة عقمت للشكيت أقم من قفوها قبكم هلا فهما الدنقوبة السيد إسياس لا تأريكاي تأكان من بقوت قلت نجي دي بس كان إدارة دوايح أفتا وزولا ودول هلو أشكال كيوا حمدا سنة كل 1014 تاريكاي مسجد السحابة اللي لمس الوراتات أكبر آثار قاب اتكم على للتفقدتو اتمي دي ريد باربام مجتمع اقل مؤسسة عافية لوديا سادات دي بعبوت لتهيب كدامات لتتحمد فقريت كمسالبا مسؤول فرع وزارة عافية دي بلا مديريت السيد سيراك دباس حبرام مطمطر لا وزارة عافية دي مقدرة الدم وجدوت ألات وأدوية وديول هلية تلولي شقل مجتمع كبكرف حل للركب لشقيو متاكي عمسي وتكل وكد لوديا سدايت دي بتتطور لا لتهيب كدامات فقريت كمسالبا أبرام باساس حبر السي سيرا كم فقريت نايلة سدايت مجتمع السنة كل 1010 حد السع متليت على علب دي بمؤسسات عافية للتفرج أمات السنة كل 1010 ناي 45 متايت عبوت سجلام مبلليم ات مؤسسات عافية عد قبراي وترى أمني اقل شانوكوت قمامة حكمنا لتقب بنية تحتية مجتمع كم سلداليت أمور هلام مدير مديريت دباربا السيد فروانجيل تغلى هيمانوت دور مجتمع دي بتتطور مؤسسات عافيت بخصصت لابا حبرين حد سر مليون نقفة لكلفة وراتات اندى اتماما كمسال سالما حق الحبرة لفقاري دي بلا لتهيب كدامات بزاهر كمسال تريشار حم دي متاكي عمسس بداليت دباربا لهلا امات اتلها بيهور ايم بنيت نايلا متصبر عمسي فونتي اقل من ريم برور لمتصا امات مسكوبات لتهيب كمسال تحبرة اتمديريت باربا حتى سبداليت سس مركز عافيت وحتى عيادتكم ام وجنا كم سلهليام سجلنا الى مديريت ودحم التاقليم قبلت بحرق اياح لشاق وشاق لحكومات عائلة شهداء الرعيوت بلات وقالة شاق لهم التاقليم قبلت بحرق اياح لشاق وشاق مؤسسات حكومات متنظامهم اندى ادقابو الدوارهم لهلو عائلة شهداء اقلس دوم بل انبطو برنامج مسؤولية رعيوت سس عائلة شهداء لنس اوام فار بوليس ني حتى سنة قروش قل عائلة سلاموام كاد بوليس ترافيك نايل قليم قبلت بحرق اياح ميجر نرأيو تساقاي ديبلها باي حبري لتنسات مبادرة عوادي شريف شعب اريتريا وسوالف صورت كمسل تحق الحبرة قبلت وقع لكمسل التلالي اكدام اللي اتمدينة بازع لانبتا والدايسن اتمديريت قندع وقال علوما للشاق ابوك مهلا اسك اللي هي سلسة وسمان على شوادا ما تنفعت قابات كمسل اللي من لقليم لتراكبات حبري تودحم لما رد نوس تقبل هليت سدايت من سدايت قروش عند حلفت اسك اسنيوت وبنيت ابيات لكم كمت كمسالت امور هلام
دي فرع وزارة عمل ورعاية اجتماعية تقليم قبلة بحر قياح مسؤول دحان مجتمع السيد اسماعيل عثمان دي بها بي حبريم بدرجة المجتمع اقل على شهداء لتقبل صدايات لكت عبايك مسلبا افهمام حيسام متقبلتنا متابعتكم دي بنسئة ازي دي بأخبار خارج اقل نتعديم السنة كل 2020 بدرجة علم تم مجال سياحة زيادة حتى نقطة 3 تريليون دولار كسر كمسال جريت وطنية منظمة سياحة حبرتم تلا سنة بسبب قشلة كورونا فيروس مثل مجال سياحة للتصابطو حدمت 20 مليون شاك على بلات شغل كمسال دابا تقارير لنا منظمة لأفهم السنة كل 2020 علب سياحين ملك عدم مال على السنة ب 47 متايت بهلت بحدورو تي بليون نفر كمسال نقصة اللي هي قدم إلا مجال سياحة من اللي تريد كسر العبيد كمسالتام ديبلا تقرير شرح لام السنة كل 2020 من مجال سياحة لتوقع التيل ركبة فرنسا السنة كل 2020 من مجال ركبة توتي ب 4.5 متايت بهلت ب 100 بليون يورو كمسال نقصة أمرام قاشلة كورونا فيروس لسه سبت يتكرعات مجال سياحة السنة كل 2010 حتى ما كسر قلساد فوق مسلق عدر من أزلة قيم هلام كورونا فيروس اقتصاد علم بك ليلو قل لحية ليك عدر كسر لأتلك مثل هلام بأساس اللي هي اقتصادا دي مجال للتنكب دول كم بلد دي بكسر كمسلوات كاية تقارير لحبرم شركة دواء أمريكا نوفا فاكس لشقيتها في ديت كوفيد 19 دلت بريطانيا لتركب حديث جنس كورونا فيروس في غري سنة كم سال ركبت من شعر الحم لفي ديت بريطانيا من 10 سمان 6-8-4 سنة العمارهم 15,000 مواطنين لدولة التوم بعد جربان يصال سيد درجة فحوصات لاباراتوري في غريتا 8-9 متايت كم سال قبت تأكدام إلا في ديت اللام ات قبل التفريق ياما سسا متايت نجاح كمسر رئيت ولا هي بسنيت لبشر كمسلتو سما قدرت عافية حبرو كاللوم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جانسون إلا في ديت جداد بسب مقدرة حوصة باقعات أدوية جربيتات كمسل قبديبة بشاف قد اتقدمت قلتو عال كمسلتو مالع 18 جنوار التهبي شرحة أمرام بريطانيا بمؤسسات صناعة دواء فايزر وموديرنا كمسلهما معاونة شركة شغل دواء استرازينيكا مجمع وجامعة اكسفورد لشاكت في ديت كوفيد 19 اتقدمت قبيل الدينا قلتوا على افسعتكم سلع على للذكرتو قوات من العراق ودا عمليات امير حينيلا ديبا دولة للتحرك حشم ارهاب داعش كمسل على لأكديو ابو ياسر العساوي كمسل قتل مال التابع حبر اكدام رئيس وزراء العراق مصطفى الخزمي ات تويتر صفحته كمسل كتبيو ما كتبوا له الحبرين الارهابي مسل نائبو كمسل قتل شارحم حشم ارهاب داعش التحالف الصامن ات مدينة بغداد ات عمر بلد ات عمر عداقة لقب اسر سوكلوت ابرياء لفنو ديبو انفجار انتحر مسؤولية رافع كمسال على للذكارتم السنة كل 2014 رحب اراد العراق حنت مراقبته طويل على حشم ارهاب داعش السنة كل 2017 ابتمامو ادي كمسال قبت ديبو اسك دولة قوار سوريا كمسال انسحابة لتأمر قايد داش داعش العلا أبو بكر البغداد هي السنة كل 2010 قواد جو أمريكا سوريا أباو ديو عمليات كمسالة قتلة للذكرتم مناتا قلي حشمت الرهابين داعش للسعدي بعراق وسوريا لتحركوا هجومات ودوكم هلو منا منطقة للتعلق أخبار لأكد هلام كقدم حيسا متقبلتنا لأقليوم دوليل على أخبار كبات عاد وخارجي بلند أتمامنا أزد تابعتها لهذا البرامجنا من حلبتو البرنامج قلب دحان بسبت متنفع ماسك بهلت أمام لشرح المقابلة قل هلا قلناتو أبنى قلت تابعو سيئة الودي أبنى قلنا دي بالأخبار أتمام لنا ودحان ما يوب